سنة 20 مش عاوز أكمل، بس أنا عاوز وعندي أنا عندي مشاكل في الذات بتسبب لي كده وقت، محتاج عندي بقى طاقة ما تعمليش بوتل نيكس في انتقال المعلومات، لما تعمل بوتل نيكس تبقى في مكان الدنيا يرجعك لي تاني ساعات. لا لا هي ارجع شوف الأسباب الجذرية مشاكلك إيه؟ صلحها سواء كان أبلكيشن سواء كوميونيكيشن أو فايه كمان يعني الرد بتاعي أطفى أمور كتير أوي بطفى أسئلة كتير أنا هقول لك برضه رفع أنا عشان أقطع عليك بالنسبة للجزء بتاع التكنولوجي احنا بنتكلم يعني سنويا كتير جدا بننظر في الأي تي بس لوحدها كده ماشي بس فاهم يعني سواء بنتكلم على حاجات كتير أوي ما أقدرش أديك أيتم أيتم لكن عموما يعني احنا كمان عندنا لوجيكس حسن عاوز اقول لك ارد عليك برضه في حاجه لان دي من الحاجات اللي اتقالت بالفعل عنها يعني العمر العقل البشري هو اللي بيعمل فاير بوكس والعقل البشري هو اللي بيعمل السيستمز والابلكيشنز وبالتالي العقل البشري هو اللي قادر انه ياخد ريكورد وتستمر المعركه بين التطوير والاختراق الى ما لا نهايه كويس عشان يبقى كل واضح الاهم حاجه ايه؟ تبقى انت عارف اقصى دمج ممكن يحصل لك ايه؟ ومستعد هنا بقى النقطه ما تجيش تقول انا لا يمكن يحصل لي مشكله، لا هيحصل لي مشكله. وبص حتى في امريكا نفسها هو في الصين تقول لك لا هيحصل لي مشاكل، بس لو هيحصل لي مشاكل وحد يوصل يفك الايات ويخش عاوز يبقى عندي عارف حجم الدمج هيبقى قد ايه؟ وازاي بسرعه يبقى عندي الدمج بتاعي او الخطه البديله بتاعتي بحيث ان انا اروح اقفل عليه وراجع اشتغل تاني فتبقى عارف اقصى حاجه ممكن ايه ممكن اقف 20 ساعه وارجع اشتغل تاني طب لو وقفت 20 ساعه ايه اللي هيحصل من اول لو وقفت ساعه ايه اللي هيحصل من اول لو ما وقفتش خالص ودخل ازاي اجيبه وتستمر وده مش مره عمال وانام ليه انت بتتكلم كل ثانيه بتمر العقل البشري بيتطور فانت كل ثانيه لازم تستمر تطور فبص هي معركه بين الخير والشر الى ما يوم يعني ربنا ايه يوم الحساب بس ده فلازم تفضل تستمر في التطوير وتستمر في انك انت تبقى عارف ايه المتغيرات اللي بتحصل حواليك عالميا والتهديد جاي منين عشان تبتدي انك انت زي ما بيقولوا برو اكتف كده تبتدي تحط الخطط اللي هي تقدر انك انت تقلل الريسك لانك انت مش ممكن هتشيل الريسك كله خالص فبنيجي مثلا في البنك بنيجي نعمل
ترانزاكشنز البنك بيعملها او عدد العمليات البنك بيعملها، سواء العمليات اللي بيتم على في الفروع بتاعت البنك بتنتشر على مستوى الجمهوريه، او في مايو بيطلق عليه وسائل الاليه زي الاي تي امز. نتيجه ان هو حجم الاعمال دوت تتطلب ان يكون عندي مع بارتنر زي تليكوميشن بروجكت اقدر بيه ان انا اعمل وسيله اتصال بين الكمبيوترز بعضها وبين الباك اب بتاعي وبين الجهاز الرئيسي. احنا كان عندنا سطح بيتراوح، كان عندنا موجب، كان عندنا فايبر لاين، ده كان رابط بين الجيزه وبين الريال، ولكن مع هنا الداتا روم بتاعتنا في قريه ذكيه تطلع يبقى عندي تجديد اللاين لينا برضه بيسموه السرعه، السرعات العالية وأكثر تعقيدا من مجرد توصيل بيانات. يعني زي ما هشام قال كده، أنا يخلي إن أنا أرجع لمصر تاني وأرجع لمؤسسة زي سي أي بي من 2011 والفترة الصغيرة ديت كانت بالنسبة لي من أول بين مسائل الصلاة وبين باكس تي اي بي العظيم بشكل مباشر، لان
بتاعته هيكون مبني على نجاح المؤسسات زي الـ CIP واللي هي مبني شغلها على اساس نجاح المجتمع بتاعنا، المجتمع الاقتصادي والمجتمع التجاري وايضا المجتمع بشكل عام يعني بيحققها. انا بشكر حضراتكم وبشكر CIP على ثقته وبؤكد له ان احنا يعني هنعمل جاهدين عشان نظل دايما يعني الشريك الاول للتكنولوجيا، خصوصا ان احنا يعني نتطور ان احنا نبقى شبكه اتصالات متكامله، لان طبعا غير ما بشوف هشام بيه بيبص في التليفون بتاعه لان التليفون بتاعه ده مش من عندنا، ان احنا لسه ما بنشتغلش بالتليفونات الحلوه.